صار لي ناطر النافعه تقريبا بحدود السنه وشوي، يعني بيجوا بيلقطوك بيقولوا لك بدك تسجل، عاد مين بسجل يعني بنزل على الدكان بسجل. هلا بالنسبة للتنقلات صارت صعبة علينا، انه بالليل بنتشلح وبالنهار بياخذوا الدولة، روحوا سجلوا بالنافعة خيي منا فاتحة، بتيجي بتفتح يوم بيعلقوا أمة محمد كلها مع بعض. بوقفك سمسار بقول لك ما أنا بسجل لك باخذ منك 150 200 دولار اكسترا، بسجل لك يا بكرة. خي كيف في نافع ما في نافع وفي سمسار؟ اجوا أخذوا لي الموتوسيك وهي فيها أوراق، قالوا لي بدك الموتوسيك تروح على بيال خذ أوراق وطلع. نزلوا بطريقة بوليسية مثل كأنه خيي جايين على شي حرب. خيي شو عم تستعرض قوة عمين على شوية موظفين معطرين؟ يعني فكرة انه صف الموتوسيك عباب المحل، جايين دولة الحكومة اللي هن القوى الأمن عاملين حملة وعم بيشلحوا العالم كل الموتوسيكات، واجوا حملوها واخدوها. كل بين متر ومتر حاجز، يعني صرت بتلف 20 لفة لتوصل لزبون، يعني بل ما اوصل لزبون خمس دقايق وصلوا بربع ساعة، أو إنه مثل هلا أنت فوق وأنا نزلتك لعندي لهون على الجسر كرمال لوصل لأعطيك طلبيتك. ثلاث أرباع الشبابية عايشة من وراها، قصوم دليفري، قصوم بسيسر أموره، ببلد يعني ما عندك تنقلات عامة، ارتفاع أسعار التنقلات، يعني المواصلات اليوم صارت كتير غالية، يعني أنا يمكن بعبي ب100 ألف بنزين بنهار بخلص فيها 10 مشاوير.